لا انا قصدي، انا قصدي ام حماده. لما نشرح نسوي ما يخالف يعني، احنا هنشرح ايه بالضبط؟ هنشرح القلعه الاول، القلعه وبعدين جامع محمد علي. يا سلام. وبعدين البانوراما فيها ثلاث مساجد بشرحهم: سلطان حسن، رفاعي، احمد بن الخلود. تمام. بشرح مذبحه القلعه، مذبحه جامع الناصر محمد بن الاول، بشرح السجن، بشرح بيت الكسوه. ايوه. والقصه الشهيره بتاعت مدفع رمضان. عايزين مدفع رمضان. يا سلام. لا لا رمضان، رمضان بعد اسبوع فضروري. يلا حضر معاذ مع المرشدة السياحية أم حمادة. يا حلو يا معاذ، ربنا يحفظك. عايزين بالتفاصيل يعني. الماجستير يا حمادة. عناية ليك، أنا معايا ماجستير. أنا عاوز أخذ الماجستير. ماجستير في التاريخ وماجستير في الآثار. ماشي. يلا بسم الله. أبو خالد طيب النظام خلصني. ناس كهربا، ده قصر الجوهره بتاع محمد علي باشا اللي حكم منه مصر. الله. الجوهره حكم منه مصر، اتحرق سنه 1972. حصل منه ايه؟ اللي حكم منه محمد علي باشا مصر. ايوه. اتحرق سنه 72، ناس كهربا. هذا الله. خلي ده معاك لحد ما انزل بقى يا محمد. اقعد عليه. ايوه فوق على الهضبه. ايوه. اشرح لكم بقى القلعه نفسها. يا سلام. مين اللي بناها وازاي وايه اشمعنى اختار هذا المكان؟ يا سلام. كل ما يروح حوالين قلعه صلاح الدين الايوبي. يا سلام. شخص فوق. يا سلام. منظر، منظر رهيب. اي أيوة. والله في الدف الجديده دي ولا مش كل اشكالكم ومش كل اشكالكم بس كانوا كاملين الدرج ده بقى 30 سنه. ايه محمد علي انت الحين قاعد تمشي مكان احمد علي. يا سلام. خالد بلصني. يلا 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 البس البس البس. تعالوا بقى على اليمين كده، ربنا يخليك على اليمين. الله يستر. ما شاء الله. السلام.